سعيد رئيس مجلس إدارة جمعية غرفة التجارة المصرية الصينية ورئيس الجالية المصرية في الصين وعضو مجلس النواب. التعاون ما بين مصر والصين الفترة اللي فاتت كله كان سلع استهلاكية ولصالح الصين، يعني الميزان التجاري كان كله لصالح الصين. من بعد 30/6 بدأ التوجه يتغير والعلاقات الاقتصادية في زيادة، وإن شاء الله بعد زيارة الرئيس الصيني لمصر في الفترة السابقة فهيبقى فيه السلع كلها بقى اللي احنا بنطلبها اللي هي السلع الرأسمالية إن شاء الله.